ربي اقبل علينا. وتتذكر الأمة بميلاد نبيها في شرق الأرض وغربها منة من منن الله امتن بها عليها، ترتبت عليها أنواع المنن وأنواع المواهب وأنواع العطايا. على الميلاد الكريم ترتبت النشأة على الميلاد الكريم بحكم إرادة الله وترتيبه الأسباب ترتبت البعثة. على الميلاد الكريم ترتب الإسراء والمعراج. على الميلاد الكريم ترتب البلاغ والأداء للأمانة والبيان للحق والحقيقة. على المولد الكريم ترتبت الغزوات كلها. على المولد الكريم ترتبت ليالي دعائه لأمته وليالي استشفاعه لأمته وليالي سؤاله الحق في أمته. في على المولد الكريم ترتبت جميع العطايا التي منحت للأمة. صلى الله على نبينا المصطفى محمد. وصدق سيدنا العباس وهو يقول: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونورنا بهذا النور أعظم التنوير وأرفعه. إذ تتذكر الأمة ذلك يجب عليها أن تحسن النظر في صلتها بحبيب إلهها المالك صلى الله عليه وسلم، فإنه عنوان صلتها بإلهها جل جلاله وتعالى في علاه: كذب ثم كذب من يدعي صلة بالله مع انقطاع عن محمد بن عبد الله. لا يتصل بالله في الدنيا ولا في الآخرة من انقطع عن نبيه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كانت صلة الملائكة بكل من أحبه الله، حتى ينادي فيهم جبريل بأمر الله: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيكون من دين الملائكة وعبادتهم في السماوات أن يحبون المحبوبين لله. فما تقول بأحب المحبوبين وسيد المحبوبين؟ هل من دين من غير محبته؟ هل من دين من غير تعظيمه وقوة الصلة به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الملائكة في السماوات دينون بمحبة المحبوبين عامة وخاصتهم خاصة. أما الرأس، أما الأساس، أما الأصل، أما الأجل، أما الأكبر، أما الأحب، أما الأقرب، أما الأطيب، فاسمهم منقوش على قوائم العرش أمام أعينهم. إذا امتدت أعينهم إلى عرش الرحمن فاسمه مع اسم الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن ذا من الملائكة لا يدين الله بتعظيمه؟ من ذا من الملائكة لا يدين الله بإكرامه وإجلاله؟ فالدين قائم على إجلال ما أجل الله ومن أجل الله، ولسنا نعلم في من أجل وما أجل الحق أجل من محمد. فمن كان عنده علم فليظهره، من كان عنده علم فليظهره. لا نعلم في من أجل الله وكرم الله أكرم ولا أجل من محمد. لا نعلم في من عظم الله وشرف الله أعظم وأشرف من محمد. ومن صاحب المقام المحمود؟ ومن القائل أنا لها؟ ومن صاحب الوسيلة؟ فمن هذا الذي أكرم؟ من عنده علم فليظهره. فإذا كان هو الأكرم وإذا كان هو الأعظم، كيف لا ندين الله بإكرامه؟ كيف لا ندين الله بتعظيمه؟ كيف لا ندين الله بالفرح به وبذكره وسيرته وأخباره ومولده ورضاعه ونشأته وتربيته وتنقله في مراحل عمره وتلقيه للرسالة وبلاغه وإسرائه ومعراجه وصبره ودعوته وقيامه وصيامه وشكره ولباسه وهديه وأكله وشربه ودخوله وخروجه ونومه ويقظته إعطائه صلى الله عليه وسلم ومنعه وسفره وإقامته وغزواته وبياناته وتعليماته صلى الله عليه وسلم؟ كيف ما نفرح بها؟ كيف ما نعظمها؟ فما معنى الولاء إذن؟ وما معنى الإكرام إذن؟ وما معنى المحبة إذن؟ ورضي الله عن سادتنا الصحابة الذين فقهوا هذه الحقيقة فعظموا خير الخليقة، فنظرتهم الأعين في أزمنتهم وقالوا: ما رأينا أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمد.
وقالوا ما رأينا أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. نطقت بهذا ألسن الكفار قبل إسلامهم، وهم يقولوا ما رأينا تعظيم في العالم كتعظيم هؤلاء لمحمد. وأنتم تعلمون أصحاب كسرى وقيصر ومبالغتهم في التعظيم لملوكهم، ومع ذلك قال وفدنا عليهم لكن ما رأينا مثل هذا التعظيم. فما وصف الصحابة عند هؤلاء؟ مبالغون زيادة يعني؟ إيش وصف الصحابة عند هؤلاء؟ وفدوا على الملوك الذين كانت الأعاجم تقدسهم تقديس كبير، قالوا ما رأينا أحد يعظم أحد كما يعظم أصحاب محمد محمد صلوات الله وسلامه عليه.